الجمعة تسمح لي غادي نسولك على الشعور ديالك وانت اعتقد هذه اول مرة غادي تلعب فوق الخشبة وفي اتصال مباشر مع المصريين، فشنو هو الشعور ديالك؟ هو حقيقة شعور ما يمكنش نعبر لك عليه، لان هذه فرصة ما كتتاح الا نادرا، وانا مسرور جدا مع اخواني الفنانين اللي جاوا يشاركوا، وكنتمنى اننا نكونوا في مستوى هاد القاعة اللي حقيقة كتحب بانها قاعة جد مهمة، وهي حتى الفنانين نوع الفنانين اللي كيشاركوا فيها تيكونوا في مستوى جيد. تنتمناو اننا نكونوا في مستوى البناية.